في حديقة التجارب بالحامة. أين درب لنا كريم موعداً لنكتشف أرجاء الحديقة؟ أنا لا أرى. أين هو؟ سأبحث من هنا. سأحاول الاتصال به. ألو كريم، أين أنت؟ نحن لا نعرف المكان يا كريم، أين أنت؟ نحن كذلك في المدخل يا كريم. أنا لا أعرف المكان ولا أرى أي حوض مائي أمامي. حسناً، سنتقدم إلى الأمام. إنه يطلب منا التقدم إلى الأمام. تقدمنا بعض الخطوات نحو الأمام، وكم كانت مفاجأتنا عند رؤية جزء الحديقة الذي كان محجوباً عن أنظارنا. واو، يا لها من حديقة جميلة، كم أحب الحدائق. الحدائق نوع من أنواع الفنون، وهي تعبر عن رقي الإنسان البشري على مر العصور، كما أنها تمثل نوعاً من أنواع العلم والمعرفة الذي يعكس مدى وعي المجتمع الثقافي. لم تتغير نظرة الإنسان للحديقة منذ القدم، فهي رمز لتجديد النشاط وراحة النفس والتخلص من أعباء الحياة وصخبها. كانت بداية الحدائق في العصور القديمة لخدمة الأغراض الدينية، وكان لقدماء المصريين السبق في الحضارة الحدائقية. عرفت حدائق الملكة حتشبسوت بجمالها الباهر، بأحواضها المائية المستطيلة متوسطة أشجار النخيل والصفصاف والمشمش والرمان والزيتون في صفوف مستقيمة وعلى أبعاد متساوية. كانت حدائق بابل المعلقة من أشهر البساتين في التاريخ، فولع الفرس بفن الحدائق جعلهم يحولون الجبال إلى مدرجات مزهرة بشقائق النعمان والسوسن والقرنفل والبنفسج. كان كل طراز جديد من الحدائق يقتبس الحضارة الحدائقية التي سبقت، فكانت الحدائق الإغريقية والرومانية والصينية واليابانية حتى ظهور حدائق العصر الإسلامي في بغداد والشام. طورت الحدائق الإسلامية بالأندلس وعرفت بالحدائق العربية الإسبانية، فكانت همزة وصل بين أوروبا والشرق، وأسست بمعارفها الهندسية لظهور الحديقة الفرنسية كما نعرفها في الحاضر. واو، كل هذا الجمال كان مختفيا وراء تلك الأدراج. في الحقيقة هذه خدعة بصرية. هذه حديقة ذات أسطح مدرجة. في مثل هذه الحدائق يكتشف المتجول الحديقة بتدرج. هذه تقنية خاصة يستعملها المهندسون في مثل هذه الحدائق الشاسعة. عند الدخول يقف المتجول في الطرف الأعلى للحديقة. هذا السطح الأعلى للحديقة، وهذا حقل نظر المتجول. لاحظوا، في هذا المكان لا تدخل كل الحديقة في نظر المتجول. يستعمل المهندسون هذه التقنية ليظن المتجول أنه قريب من نهاية الحديقة. انظروا إلى حقل نظر المتجول، إنه يتوقف هنا في طرف السطح. إذا صدق المتجول نظره فسيعتقد أنه قريب من طرف الحديقة، لكن عند تقدمه إلى طرف السطح سيكتشف الأجزاء التي كانت محجوبة عن نظره. وذلك الحوض الجميل، كم هو رائع! حوضا أكبر؟ إنهما يبدوان متساويان. إنها خدعة بصرية أخرى، أليس كذلك يا سيليا؟ هذه خدعة بصرية أخرى. تبدو هذه الأحواض المائية متساوية الحجم، لكن في الحقيقة هي ليست كذلك. لكي نعرف كيف يحدث ذلك، لما لا نتذكر قواعد المنظور؟ عندما ننظر للأفق تتلاشى جميع الخطوط نحو نقطة خيالية، وتتضاءل أبعاد الأشياء تدريجياً. سيبدو الأبعد أصغر حجماً، لهذا قام المهندسون ببناء أحواض متدرجة من الأصغر إلى الأكبر.
هكذا إذا نظرنا من هذا الاتجاه سوف تبدو لنا الأحواض متساوية. الخدع البصرية، قواعد المنظور ومبادئ هندسة الأشكال، ميزات أساسية في تصميم الحدائق الفرنسية، يمكن التعرف عليها من خلال الخطوط الهندسية المستقيمة التي تتصل بعضها بزوايا أغلبها قائمة، وقد تكون أحياناً خطوطاً دائرية أو بيضاوية أو أي شكل هندسي متناسب مع معالم الأرض. الماء عنصر مهم هو الآخر في تنسيق هندسة الحدائق من خلال النافورات والأحواض التي تتوسطها. هذه الهندسة بلغت قمتها على يد مصمم المناظر أندري لونوتر، مهندس الملك لويس الرابع عشر، الذي وضع مفاهيم جديدة للفن الحدائقي. فتميزت أعماله بالحرم الفسيح للمباني، تمتد بعده الحديقة في سلاسة وتناسق. ومن أجمل ما صمم لونوتر في مسيرته حديقة قصر فرساي، والتي هي عبارة عن ممر ممهد من القصر إلى الغابة كطريق لرحلات الصيد. هذه الحديقة استنبط منها مصممو حديقة الحامة الكثير من الأشكال، كما تعتمد الحديقة الفرنسية على نظام التناظر والتماثل في توزيع الأشجار وغيرها من النباتات من حيث التناسق في ألوان أزهارها وأوراقها، كما يجب صيانة المسطحات الخضراء وقصها باستمرار لتبقى نظرة وغير مهملة ومنتظمة في الشكل. يعترف أندري لونوتر في مذكراته أنه طور جميع هذه المعارف بدراسته لأنماط الحدائق التاريخية، وعلى رأسها الحدائق العربية الإسلامية بالأندلس، حيث تلقن تطبيق القواعد الهندسية في فن تصميم المناظر. ما هذا المكان الجميل؟ نحن نقضي وقتا ممتعا هنا. هذه حديقة التجارب. حديقة الحامة منتزه شهير بالجزائر، يعود تاريخ إنشائه إلى بداية القرن التاسع عشر. سمي المكان بالحامة لأنه كان في القديم مستنقعا للمياه الراكدة تغزوه الحشرات الناقلة للأمراض، فكان السكان يخشون المرور من هنا خوفا من الإصابة بالحمى، فسموا المكان مستنقع الحمة. ردم المستنقع فيما بعد بتربة خصبة وحول إلى مزرعة مثالية، تم استحضار عدد هائل من الأشجار والنباتات من جميع أنحاء العالم لتجربة زراعتها هنا، لهذا سميت بمشتلة التجارب والتأقلم. فيما بعد تحول المكان إلى معهد للفلاحة، ونظراً لثرائه بالأحياء والنبات صار من أشهر حقول التجارب الزراعية في العالم، فقصده الطلاب من أوروبا وأمريكا، وتخرج منه أوائل المهندسين الفلاحيين الجزائريون والعرب. أصبح المكان وجهة للسياح من جميع أنحاء العالم، فتم تنسيقه بأنماط حدائقية تاريخية ومعاصرة حتى اكتسى هذه الحلة التي نعرفها به اليوم. حديقة الحامة كبيرة جداً، فمساحتها تتربع على 32 هكتاراً. تضم الحديقة تصاميم لأنماط حدائق مختلفة كالحديقة الإنجليزية مثلاً من الجهة الشرقية. الحديقة الإنجليزية باهرة الجمال، إذ يخيل للمرء وهو في أرجائها بأنه في أحضان الطبيعة، فعادة ما تتوفر على بحيرة ومروج وجسور ومعالم خلابة أخرى تهدف إلى إعادة المنظر الطبيعي المثالي. تدا! لقد اكتشفت ممراً جديداً. أترون تلك الأشجار المتشابكة؟ إنها غريبة حقاً. يا لها من شجرة غريبة. تدعى هذه الشجرة شجرة التنين. ما رأيكم أن نشاهدها عن كثب؟
شجرة التنين من الأشجار المهددة بالانقراض في العالم. موطنها حوض البحر الأبيض المتوسط، وتوجد معظمها في محمية طبيعية بجزيرة سقطرى اليمنية. تسمى شجرة التنين أيضاً بشجرة دم التنين لسيلان سائل أحمر قرمزي من لحائها. ما يميزها إضافة إلى شكلها الخارجي هو قمتها الطبية، وقد ذكرها أطباء العرب القدامى وعلى رأسهم ابن سينا. يستخرج من لحائها مادة حمراء تستخدم للصباغة. واو، يا لها من أشجار غريبة. واو، ما أضخم هذه الشجرة وما أجمل هذا الممر. لكن يا ترى ما اسم هذه الأشجار؟ ما عليك سوى قراءة اسمها فوق اللوحة والتقاط صورة لها. نور، سيليا، هل وصلتكما الصور؟ حسناً، لقد تم تحميل الصورة. إنها شجرة البلاطان الأوروبية، واسمها بالعربية شجرة الدلب، وهي جنس من الأشجار المعمرة المتساقطة الأوراق. موطنها عموماً في نصف الكرة الشمالية، وأشهر أنواع هذا الجنس هو الدلب المشرقي، وموطنها الأصلي المشرق العربي وجنوب شرق أوروبا. يبلغ طول هذه الشجرة ما بين 25 إلى 55 متراً. أشجار الدلب سريعة النمو وتزرع كأشجار ظل. وإن لم تكن لهذه الشجرة ثماراً تؤكل ففضلها على الإنسان كبير، فليس هنالك ألطف من طلب ظل شجرة للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة. انظروا إلى هذا النخيل، لكنه لا يشبه نخيل الصحراء. يا ترى ما اسم هذه النخلة؟ يا لها من نخلة باسقة. هذا سهل، إنها نخلة الواشنطنيا. الواشنطنيا هي نوع نباتي شجري يشبه النخيل. موطنه الأصلي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً كاليفورنيا. سمي بالواشنطنيا نسبة إلى الرئيس الأمريكي جورج واشنطن. الواشنطنيا نخلة مستديمة الخضرة، لها تاج كبير وساق طويلة قد يصل ارتفاعها إلى 25 متراً. ينمو نخيل الواشنطنيا بشكل ممتاز، إذ يتحمل العوامل البيئية القاسية كارتفاع درجة الحرارة إلى 47 درجة سلسيس. وقد تم أقلمة هذا النوع من النخيل في معظم مناطق البلاد العربية. سأحاول قياس طولها. لا أستطيع، إنها شهيقة جدا. لا أظنك تستطيع أن تقيس طول هذه الشجرة. هذا بسيط. إذا أردت أن تعرف طول تلك الشجرة، ما عليك إلا أن تصبح عملاقا وتستعمل مسطرة عملاقة. سنتعرف الآن على طريقة بسيطة لقياس طول الأشجار. هناك آلات خاصة يستعملها المختصون لقياس طول الأشجار بعملية حسابية. لسنا بحاجة إلى آلات معقدة، نحتاج إلى قطعتان خشبيتان متساويتان في الطول. للقيام بذلك يجب الوقوف قبال الشجرة من بعيد. لا تهم المسافة، المهم هو أن نرى الشجرة من طرف إلى آخر وأن نحسب المسافة التي تفصلنا عنها. نقوم بوضع الخشبة الأولى بين العينين بشكل موازي للأرض، ثم نقوم بوضع الخشبة الثانية على طرفها بشكل موازي للشجرة. نقوم بالتحرك إلى الخلف أو الأمام حتى تبدو الخشبة بنفس طول الشجرة. من هذا المكان بالضبط نقوم بقياس المسافة بيننا وبين الشجرة. لدينا الآن عددان، طول الخشبة وطول المسافة التي كانت تفصلنا عن الشجرة. سنقوم الآن بعملية حسابية.
تسمى هذه العملية حساب المثلثات المتشابهة. شاهدوا وركزوا جيداً. لمعرفة طول الشجرة بطريقة حساب المثلثات المتشابهة، نحن بحاجة إلى ثلاث أعداد. العدد الأول هو عدد الخطوات التي تفصلنا عن الشجرة، ولنرمز له بالحرف خ مثل خطوة. العدد الثاني هو طول الخطوة بالسنتيمترات، ولنرمز له بالحرف ط مثل طول. العدد الأخير هو طولنا أو الارتفاع من سطح الأرض حتى مستوى الجبين، ولنرمز لهذا العدد الأخير بالحرف ألف مثل ارتفاع. نقوم بضرب عدد الخطوات في طول كل خطوة، خ في ط، ثم نزيد لها عدد الارتفاع فنحصل على طول الشجرة. ملاحظة أخيرة، حصلنا على طول الشجرة بالسنتيمترات، وإذا أردتم أن تحولوها إلى أمتار ما عليكم سوى ضرب هذا العدد في 0.01. الرياضية لغة عجيبة، فهي لغة المنطق الصحيح، وأنصحكم بتدريب عقولكم، فقد تتمكنون في يوم من الأيام من حل جميع مشاكلكم والإجابة على جميع الأسئلة بترجمتها إلى أرقام وحلها بمعادلات قد تبتدعونها أنتم بأنفسكم. وأنتم كذلك، إذا كانت لديكم أسئلة مهما كانت تبدو بسيطة أو غريبة، لا تترددوا في طرحها. راسلونا عبر البريد الإلكتروني إلى nadi@sahlamahla.net. أطلقوا العنان لفضولكم العلمي، اطرحوا الأسئلة وابحثوا عن الأجوبة، واعلموا أنه إذا عرف السبب بطل العجب. يا لها من نبتة! نور، تيليا، هل بإمكانكم معرفة المزيد عن هذه الشجرة؟ حسناً، نحن في الخدمة، سنقوم بإجراء البحوث اللازمة. أشجار البومبو أو نبات الخيزران نبات عشبي عملاق، إذ يصل طول بعض سيقانها إلى 37 متراً ويزيد قطرها عن 25 سنتيمتراً. ينمو هذا النبات بكثرة في البلاد الاستوائية، حيث ينتشر في كافة أرجاء آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية. يعتبر الخيزران من أسرع النباتات نمواً على كوكب الأرض، فهو ينمو بمقدار 3 أقدام يومياً. يستخدم الخيزران لبناء البيوت لأن جذوعها قوية جداً، كما يستخدم لصنع الأواني والأسرة للسكان القاطرين في الأقطار الاستوائية. يا لها من شجرة! لم أرى مثلها قط في حياتي. ترى ما اسم هذه الشجرة؟ لما لا نسأل أصدقائنا؟ هذه أشجار اللبخ. إنها أشجار اللبخ النادرة. اللبخ شجرة طبيعية معمرة، موطنها الأصلي جنوب آسيا وتحديداً الهند. تنمو على حواف الوديان الكبيرة التي تجري فيها المياه طوال العام، يصل ارتفاعها إلى 40 متراً، أما عرضها فيزيد عن 6 أمتار. يمكن زراعتها في الحدائق وعلى المسطحات الخضراء نظراً لجمال منظرها، كما يمكن زرعها لتزيين الشوارع. تتميز شجرة اللبخ بجذورها التانوية التي ترميها من الأعلى إلى الأسفل بحثاً عن مصادر المياه الجوفية لتتغذى، كما تعتمد عليها بعد فترة زمنية كجذوع جديدة لحمل وزنها الثقيل، لهذا سميت بالشجرة الذكية. هناك مئات الممرات في هذه الحديقة وآلاف من النباتات. لا أظن أنه بإمكاننا إحصاؤها كلها. إذا أردتم اكتشاف باقي أرجاء الحديقة، ما عليكم إلا زيارتها بأنفسكم. هيا بنا. هيا.
لوسيليا معك؟ لكن أين هي؟ نورهان؟ نعم لا نزال هنا يا نورهان، إنها في الحديقة تعتني بأزهارها، شاهدي ذلك بنفسك. أهلا يا نورهان، لما لا تلتحق بنا؟ هذه فكرة رائعة، لنلتحق بهم في الحال. افتحي يا سمسم. في وقت لاحق التحق بنا الأصدقاء وضربوا لنا موعدا فوق جسر الحديقة الإنجليزية. التقينا هناك ثم مضينا للتجول في أرجاء الحديقة. قضينا أمسيتنا رائعة في أحضان الطبيعة. لم تتوقف مهمة اكتشافنا هنا. اصطحبنا نور إلى مكان خاص، أين اكتشفنا هذه الشجرة العجيبة؟ إنها شجرة الطرزان، لهذه الشجرة شهرة عالمية، فهنا تم تصوير أحد أشهر أفلام الطرزان. أراهن أنكم تعرفون شخصية طرزان، رجل الأدغال. ولمن لا يعرف هذه الشخصية، تابعوا هذا الشريط. طرزان هو شخصية خيالية أبدعها الكاتب إدغار رايس سنة 1912. تحكي الرواية قصة فتى أرستقراطي فقد في أدغال إفريقيا وتم تبنيه من قبل قردة الغوريلا، وكيف أنه تمكن في سن الرشد في التميز عن القردة والسمو بإنسانيته عن الطبيعة الحيوانية. يجزم الكثير بأن هذه القصة مستوحاة من رواية حي بن يقضان، لكن لسوء حظ الفيلسوف الأندلسي ابن الطفيل لم تكن هنالك أشرطة مرسومة في عصره، إذ ساهمت كتب الأشرطة المرسومة بشكل كبير في الترويج لشخصية طرزان عند الأطفال، الأمر الذي دفع باستديوهات هوليوود لتجسيد رواية طرزان على الشاشة الكبيرة سنة 1918، وقد تم تصويره في منتزه سنترال بارك بمدينة نيويورك سيتي. لكن المخرجين كانوا يبحثون عن مواقع تصوير أكثر واقعية لمشاهد الغابة، وهنا وقع اختيارهم على حديقة الحامة بالجزائر العاصمة. فتنقل فريق العمل إلى الجزائر لتصوير فيلم طرزان The Ape Man من بطولة جوني واسمولر في دور طرزان، والممثلة مورين أوسوليفان في دور جين باركر. عرض هذا الفيلم سنة 1932 في جميع دور السينما في العالم ونال شهرة كبيرة. هكذا ساهمت شخصية طرزان في تاريخ السينما بالترويج لفيلم الأكشن، وكانت مدينة الجزائر مسرحا لذلك. Thank you.
شكراً شكراً.